يا أخي كتير بطيء، شو هالجهاز هاد؟ عن جد مو طبيعي ابنو. شوف ميسي بتحسه لاعب مبتدئ وما عم يعرف يلعب. لك ما عم يقدر يركض. عن جد مو معقول. مرحبا. أهلين. أوجوز أونال؟ مانو هون. ماشي، ممكن توقع لي هون؟ شو هاد؟ ما بعرف، سأل عن أوجوز. احمل معي. عمالك جوغان. ايه لك تعال لهون. ايه نزل عندك. ايه تمام هيك. مكتوب شي عليه؟ ليكو شباب، شكله هذا المجنون طالب له شي فرن كبير للبيتزا. لا ما بظن، فرن البيتزا مو طويل كل هالقد. بس ما يكون تمثال كيت. لا مستحيل هالشي، قصدي هذا الشيء كأنه كتير غالي. صار عندك فضول لحتى تعرف، ما هيك؟ عرفت عرفت، أكيد تخت صغير لأوجوز. حاجة بقى، خلص خلينا نفكر عن جد. شو عم تعملوا يا أولاد؟ شو عم تعملوا؟ عم بتدوروا بالمكان الغلط عن الحقيقة. فكروا منيح، فكروا منيح، حركوا لي عقلكم، فكروا بشي. شو قصدك؟ فكروا منيح يا أولاد. اسمعوا هلأ، شايفين هذا الطرد؟ بالأول ما وصل لهون كبداية لسلسلة الأحداث، إجا لهون يا شباب كنتيجة لهي الأحداث. خطر ببالكم هيك شيء مثلاً؟ هذا السؤال الأساسي. يا ترى شو في بقلب هذا الطرد؟ شو ممكن يكونوا بعتوا اللي ارتكبوا هاي الجريمة لأوجوز بقلب هذا الطرد؟ قلوا لي أنتوا شو برأيكم ممكن يكونوا بعتوا لأوجوز؟ ونحن كمان عم نسأل حالنا نفس السؤال. أكيد بعتير راس مرته المقطوع. أخي أوجوز مانو متزوج. قلت لي مانو متزوج؟ أنت قلت مرته. عنكن جوا حلو يتاكل؟ شو هاد؟ فينا نفتحه؟ يمكن يطلع كل شي مخبى هلأ يا أخي، بس بدي تعرف كتير منيح أني جنبك. حبيباتي أنا كتير اشتقت لكم. شو هالمسخرة؟ آخر شي بتطلع شقفة زريعة؟ يا رجل صرنا ساعة متحمسين عم نتحزى شو ممكن يطلع لنا، وبالأخير طلعت شغلة بلا طعمة. سنان هي بندورة ما؟ شوفوا لهذا المجنون شو إجالة، تكون شغلة خطيرة ويروحنا فيها. بندورة. أي طمنتني. اسمعوني، هذا مايكل أنجلو، وهذا المشاكس ليوناردو، واللي شايفينه هون رافائيل، واللي بدون فيتامين هذا بيكون دوناتيلو جونيور. رجعت ارتفعت حرارته لهاد، قلت لي جونيور؟ هلأ وقت استوى أبوه دوناتيلو كتير قطفناه أنا وماما وأكلناه. هذا قانون الطبيعة، شو نعمل؟ ما أخباك؟ يعني كل هدول الصغار رح يجي يوم ويكبروا، وبعد ما يستووا منيح رح نقطفهم ويودعوا بيتهم. والله يا أوجوز ذكرتني بأمي. يا رب تكون وزارة الصحة جاية لهون. أو خلاص. ابني مين على الباب؟ لا تتخانقوا مع بعض. ابني أنتوا أخوة، شو يعني عم تتخانقوا على تراب؟ برافو عليك، برافو. هلأ كملت، كان ناقصنا مجنون تاني. تفضلوا. كنت ممكن أثبت لك تشخيص انعدام طبيعة الأشياء هلأ، بس عندي شك كبير إنه عندك القدرة على استيعاب هي التحاليل العميقة وهي الأفكار. يعني أنت لازم تعرف لما البشرية. شو عم تخبص؟ حدا بيعرف من وين بينطفى هاد؟ هو بالمستوى الأول بمرض جمع المركب، يعني الديسبوفوبيك. الزلمة وصل لمستوى بيقدر يعاين من الأسبوع الثاني يا شباب، وأنا لساتني لهلأ عم حل أول وظيفة أخذناها. شو قصدك بالمستوى الأول؟ ليش كم مستوى لهاد؟ نزل مستوى ذكائي بآخر 5 دقائق. واضح أن عقولكم بحاجة لإعادة تأهيل من أول وجديد لحتى تقدروا تفهموا علي. وشو يعني؟ يعني جاي أسألكم إذا المي مقطوعة. والله يا أخي المي صار لها أسبوع مقطوعة عنا، بس عم يقولوا ما رح تتأخر لحتى تيجي. إيه؟ أنت شو جاي تشرح يا حبيبي؟ ليكو راح، خليني ودعو. إيه ودعو. مجنون زين على الآخر. واحد مجنون.